الجمال والإبداع هما أقل ما يمكن وصفه للأعمال الفنية التي تقوم بعملها. شغوفة بالفن منذ الصغر، محبة للجمال، تبادر لتنمية مهاراتها الفنية باستمرار، تحب الرسم والجرافيك والفيديو وفن الصور المتحركة الأنيميشن، كما أنها تهوى الرسم الرقمي. رقية البلوشية خريجة التصميم الرقمي التي تقول بأنها دائماً ما تشعر وكأنها ولدت بيدها قلم وفرشة وترسم كل شيء يخطر في بالها.